برعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، تم افتتاح حاضنة بروسكاي، أول حاضنة متخصصة في مجال الإعلام والإدارة تشرف عليها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر الحاضنات ببيت التجار. وتهدف حاضنة بروسكاي للإعلام والإدارة إلى توفير مقومات النمو والنجاح للشركات الجديدة والناشئة في مراحل التأسيس الأولى أو في مراحل التطوير التالية، وكذلك تحقيق حلم رواد الأعمال في إيجاد مكان مناسب بسعر بسيط ومشاركتهم الهدف النهائي بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة. يشار إلى أن الحاضنة ستعمل على توفير عدد متنوع من ورش العمل والبرامج التدريبية والتثقيفية في مجالات الأعمال والإعلام المختلفة لتتواكب مع احتياجات المؤسسات التي تنضوي تحتها وتوجهها المملكة لتطوير الاقتصاد، وكذلك لتقديم الاستشارات والحلول لتحسين وتعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. كما توفر الحاضنات البيئة الملائمة من حيث المساحة المكتبية الفاخرة المختلفة والمتنوعة للاحتياجات المختلفة والعناوين الافتراضية بحسب حاجة المنتفع ومتطلبات طبيعة نشاطه التجاري، إلى جانب استوديو مجهز بأفضل معدات التصوير والتسجيل، فضلا عن توفير قاعة فعاليات مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المنفعة كخدمات الانترنت وشاشات العرض وغيرها، بالإضافة إلى قاعات الاجتماعات المتنوعة. يعني حاضنات الأعمال واحدة من أبرز المبادرات المجتمعية اللي تساعد على تأسيس وتوجيه الداخلين الجدد في مجال ريادة الأعمال. الجمعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحقيقة لها مبادرات ممتازة، والأخ الوجيه فاروق المؤيد داعم كبير لإنشاء وتأسيس المزيد من حاضنات الأعمال. حاضنات الأعمال تساعد على تمكين ريادة الأعمال الداخلين الجدد في هذا المجال من تخطي مراحل التأسيس بنجاح وتجاوز أي مجال من مجالات التعثر، ودعمهم بكافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من الوقوف على أقدامهم وتأسيس أعمال ناجحة لأنفسهم ولخلق مزيد من الوظائف في مملكة البحرين. والله احنا مسرورين بدعم هذه المشاريع لتنمية مهارات الشباب والبدء في عملهم اللي يحبونه، وهذا العمل اللي هو الإعلام الجديد اللي هو إعلام السوشيال ميديا وايد مهم ونحب ان يطورونه، فحطينا لهم الأجهزة اللي تكلف مبالغ على أساس يطورون روحهم، وبعد ما يعني ينجحون يروحون يفتحون محلاتهم لوحدهم. وهذا النوع من الحاضنات احنا يعني فكرنا فيها من تقريبا 3 سنوات واشتغلنا عليها لين ما وصلنا لليوم اللي تشوفونه. الفكرة منها ان احنا نحتضن الكفاءات، نحتضن المشاريع اللي لها مستقبل، نحتضن الاشخاص اللي يبون يطورون من انفسهم، ونحصل لهم افضل يعني افضل واروع التجارب اللي هم يقدرون يوصلون فيها اعمالهم.